أن تنتهك من مالها شيئا صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. ويقول في الحديث تصدقنا آمرا للنساء تصدقنا وأكثر الاستغفار. وحديث المرأة التي أمرها أو التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن. يقول النبي جمعا بين هذه الأحاديث أعطيت المرأة ماذا؟ كوب اللبن. أيوة. يقول النووي رحمه الله بجواب تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص، فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى؟ أولا أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة، فلا يهمنا الآن وقوف عنده. ثانيا كيف الجمع؟ السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي، كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن وتصدقهن؟ كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الأول؟ هل هذا جمع أم هو ترجيح وتقديم لنص على نص على نص آخر دون جمع؟ هل يعرف السائل الجواب؟ نعم هو موجود. أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته، فالجمع أن يقال يقال الجمع من وجوه. الوجه الأول إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة وليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما وأبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة، هذا أمر معروف. وشيء آخر أيضا هو معروف أن الشرع أول ما بدأ بالوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به بالأمور الهامة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر. لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية، حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر، ما حرمت إلا بعد 10 سنوات وزيادة في المدينة. فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم؟ كان على الأصل وهو الإباحة. فإذا جاءنا حديث أن فلان شرب الخمر، نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم. إذا جاءنا النص بأن فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول وهكذا، فحينما يأتي النص بتحريم شيء
فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل. وهكذا نحن نقول هنا تصرف المرأة في مالها هو الأصل. فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال منها لأخذ الأذن من أزواجهن، فإذا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها، نقول هب من الأمر كذلك. لكن هذا التصرف كان في العهد الأول، أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين، وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح. فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقن، وكان هذا الأمر بعد نهي رسول النساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن، فأمره مقدم على أمر الأزواج، وهذا جواب واضح جدا. بقي الجواب رقم ثلاثة، وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام، بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين. المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء، وهو أنهن كنا قد أخذنا الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة، تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشرة على حسب وضع المرأة غنى وسعة وفقرا ونحو ذلك. هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن، وهذا هو الواجب. يمكن، وهنا نكتة انتباه لها بخاصة الذي أمامي لأنه كنا في حديث معه سابقا، يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد. فتقول إيه صحيح زوجي نهاني، لكن أنا أرى أنه أنا في ضرورة في كذا وإلى آخره، ما في مجال لأخذ إيه من زوجي إلى آخره، فكان اجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص. لا يجوز المرأة أن تجتهد وقد ما زوجي عن شيء، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا هو الجواب عن هذا الحديث، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس بإعطال أو إبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن، وليس هناك نص يصرح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن. شيخنا نصلي هنا ولا من هذا المسجد؟ شيخنا في، هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا؟ لا يسمع. لا يسمع. سماعة. في السماعة. أمرهم شورى بينهم، أحسن ما يصير فوضى، واحد يتكلم ولم يؤذن له. شو رأي الأخوان هنا بالنسبة لهذه المسألة؟ أولا من ناحية الشرعية، أول واحد قال لي مو أبو